ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 في الكام يوم دول اللي انا بعدت عنكم فيهم. طبعا النهارده هعمل لكم اعاده تدوير لطقم شمعدان كان عندي، كنت جايباه فقشر مني، فطبعا حبيت فانا حباه وحابه ان انا احتفظ بيه لاني كان غالي، فقلت خساره ان هو يترمي وشكله نص ظريف وهو كده، فقررت ان انا اعمله اعاده تدوير تمشي على الكاسه اللي انا كنت عاملاها، بحيث ان انا احطه طقم كامل على ترابيزه واحده. يا رب كده الفيديو عجبكم، وما تنسوش ان عجبكم الفيديو ما تنسوش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. خلصتي؟ انا طبعا عندي الاستراس الاسود دوت في فدي، ده كان موجود عندي. طبعا انا كان عندي الاستراس الاسود في فدي، وعندي استراس فدي ساده وعندي ذهبي، فانا لسه ما قررتش هحط ايه وهدخل اي الوان في بعض. بس انا حابه ادخل معاه اللون الابيض او هدخل اللون العسلي، فهشوف لسه انا هدخل ايه الالوان اللي هدخلها وايه اللي هيمشي على الكاسه اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو الاخراني، اللي هي ما كنت عاملاها مزينها باللولي. فطبعا انا اهو هعمل ايه اول حاجه. طبعا الشمعدانه الواحده الصغننين متقسمين لثلاث قطع زي كده، لكن الكبيره حته واحده نازله كحته واحده. فانا طبعا هعمل ايه دلوقتي، هاخد الاسترس هاخد فرع من الاسترس ده اهو كده الصغير ده، وهحطه هلفه كده بنفس الطريقة من هنا كده، هجيب المسدس كده اهو كده بقى اشغله، احط هنا اهو لسه المسدس مسخنش. هو جواه شمعة بس مش عارفة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، لسه مزحش لسه مسخنش. عشان المسدس سخن طبعا هعمل أول حاجة اهو حمزة، هنزق الاسترس بتاعي هنا كده عشان المسدس مش مظبوط، عشان الشمعة اللي جواه صغيرة بس. طبعا انا اهو دلوقتي بلزق بنفس الطريقة، يا رب تكون الصورة واضحة. بنفس الطريقة كده هاخد ده كله تاني يدور. ادي شكلها دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. الاسترس شكله جميل، هقوم جايه بقى اللولي الصغنن ده هقوم حاطاه في النص كده بنفس الطريقه. يلا بينا بقى نبتدي نلزقها نشوف هنعمل ايه. هنلزق اللولي كده واحده واحده بنفس الطريقة، احطه كده في النص بنفس الطريقة.
يبقى كده بينهم هما الاتنين اهي. هحاول كده ان انا ادخله عشان تبقى على قد. وممكن اجرب اللوري الصغنن ده كده صغير قوي، هحط ده في النص كده بنفس الطريقة. هحط هنا الشمع كده اللولي في النص وحطه جنب بعض بنفس الطريقة كده. حابة طبعا انت تعملي لو عندك حاجة زي كده وحابة تغيري في الالوان اللون اللي يعجبك واللون اللي يمشي على الحاجة اللي انت هتعمليها. نبتدي بقى نلزق، نبتدي ألزق كده معاكم قبل ما يبرد. اهو شكلها اكمل زي ما انا كده برضو يبقى حطه. هاخد كده زي داير ما يدور زي ما انا كده. الشمع اساسا بيلزق جامد فلازم الزق بسرعه جامده. الشمع سخن جدا اهو نفس الطريقه. معلش الشمع سخن جدا طبعا عشان كده ايدي بتتلسع كتير عشان كده بتاخر. الحاجات دي على قد كده بتاخد وقت جامد قوي. بنفس الطريقه طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم هوريكم الشمع ازاي انا بعمله وبخلي وبزينه ان شاء الله. برضو هكمل الطقم بتاعي برضو بالشمع. وادي هو بعد شكلها خلصتها بنفس الطريقة. بص شكلها اتغير خالص بقت عاملة ازاي بنفس الطريقة اهي. شكلها بقى جميل اتغيرت خالص عن الاول. اتغيرت نهائي عن الاول خالص شكلها بقى جميل. هنشوف برضو لو هنحط حاجة عليها او هنعمل حاجة تاني. هشوف كده ممكن احط الترس ده في الحرف كده ممكن احطه تحت خالص.
لا هي كده بصراحة شكلها رقيق أوي، بقت شكلها بقى جميل. هعمل التانية نفس النظام، هجيب ده برضه وهحطه هنا. نفس الطريقة كده يعني الحاجة بدل ما تترمي وبدل ما تقولي دي ادمت وارميها، لأ أنا ممكن أغير من شكلها كأني جايباها لسه جديد، بحاجات بسيطة جدا وبتكلفة بسيطة تكون عندي في البيت، والله شكلها بتتغير. مش هقولك 80%، تتغير 100%، وبتدي منظر جميل أوي، وبتدي ديكور حلو أوي. يعني انا كنت مشترياه غالي مش رخيص، فحرام ان هو ما يبوظ مني ارميه. اي حاجة عندك قديمة وباظت ما ترميهاش، هتلاقي ليها حل وهتتعمل معاكي والله، وهتبقى زي الفل اكنك لسه جايباها جديدة. ممكن تصرفي عليها حاجات بسيطة احسن ما ترميها، ممكن تصرفي 20-30 جنيه بس هتبقى جميلة جدا معاكي. هاخد فرع تاني برضو اهو، واعمله من تحت هنا. وادي الشكل النهائي للشمعدان انا عملته، بجد شكله اتغير جامد قوي. ده مكانه اللي انا هحطه عليه، احطه على الترابيزه دي، بجد شكله جميل قوي ورقيق جدا، وشكله اتغير 180 درجة. ان شاء الله هعمله شمع في القوالب الصغننة دي، هعمل اللون اللي انا عايزاه عشان الشمع الجاهز ده بيبقى مش حلو قوي، فانا هعمله شمع يبقى نفس الدرجات، هعمله ابيض. بجد شكلها عاجبني قوي. انا حطها مع الكاسة، هيبقى طقم مع بعض كده. ان شاء الله برضه المرة الجاية هعمل الطفاية بتاعتهم، هكمل الطقم بالطفاية. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون فكرتي عجبتكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباي باي.